الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. خويا الله يسر عليك، كنطلبوا من الناس وكنطلبوا من المسؤولين وكنطلبوا، راه الناس عارفة بأن جوا باش عايشين حنا، وراه هاد اللعبة هي باش كنترزقوا الله مخلصين منها الكرا والماء والضو، هادشي راه عارفينو المسؤولين وعارفوا المخزن، وهادشي راه كنشدوا لي الرخص باش نخدموا. كنطلبوا من الناس وكنطلبوا من المسؤولين يديروا لنا شي حل، راه حنا شواونا، راه حنا كرفصونا، راه حشومة هادشي، راه حسبي الله ونعم الوكيل، راه حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس، راه هادشي هو اللي عندنا باش نعيشوا، مخلص منو الكرا والماء والضو، وبحال راه فتحت العمليه راه مريض، راه حشومه، راه حشومه هادشي اخويا، راه حشومه، راه حسبي الله ونعم الوكيل، راه كنطلبوا من المخزن ياخذ لنا حقنا، وكنطلبوا من المسؤولين يشوفونا من حالتنا ويشوفوا هادشي اللي واقع لينا، راه حشومه هادشي، رهيب، راه حسبي الله ونعم الوكيل، راه حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس، ها انتم كتشوفوا هاد الحاله هادي، راه انتم كتشوفوا حالتنا، حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس، ديروا لي حل، راه رزقوا تحرك هادشي باش محرقونا وشواونا، وانتم كتشوفوا معيش منا خمسة الناس فاتح ما عندوش، واش من اليوم غنخرجوا نطلبوا واقيلا والله اعلم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، كنطلبوا من المسؤولين وكنطلبوا من المخزن يدير لنا شي حل، راه حنا تقهرنا، راه شواونا في رزقنا باش عايشين، راه حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس، راكم تشوفوا حالتنا، راجلي ما عندوش، راجلي كاري وعندي ربعة ثلاث دريات، حنا خمسة هزنا، منو كارين مخلصين الكرا، مخلصين منو الضو ومنو عايشين، حسبي الله ونعم الوكيل، كنطلبوا من المسؤولين يشوفوا من حالتنا، وكنطلبوا من المخزن يشوف حالتنا، راه حنا تشوينا، راه قهرونا، راه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، راه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، راه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. السلام عليكم، معكم عبد الحق تامة، أحد المزاولين هنا في المحطة الطرقية القديمة. خويا انتم كتشوفوا الفاجعه اللي وقعت اليوم، حريق اللي هو واحد الحريق ماشي غادي نقول لك سهل، لو بعد الله سبحانه عز وجل لا غتكون واحد الحصيله وغتكون واحد الفاجعه كبيره. انتم الاخوان كما تشوفوا الناس ضرات في الارزاق ديالها، وكاين اللي خدام عبر رزق الناس، انا من ضمنهم، كنطلع للمارشي كنجيب سلعه كنترزق على الله ورزقنا كامل مشى، كنطلبوا من الله تعالى يعوضنا خير، الحمد لله تعالى ونشكره من بقات الحمد لله الروح الطيبه ديالت الله. وخويا علامه استفهام العافيه خويا انطلقت من هاد من 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 هاد المكان اللي هي واحد العافيه خويا، اش غادي نقول لك، واحد العافيه ماشي شي عافيه اللي درنا جميع الجهود مع الاخواننا في المحطه باش نطفيوها، ما صرنا ما نطفيوها خويا، كنا ما علينا ما بينا تنترزقوا الله تندال عندك العافيه ما عرفناش الاسباب. وعلامه استفهام اخويا ها هي كتشوف اخويا الجوطيه ما كاملش اخويا اسبوع او 10 ايام وقع فيها الحريق، الحريق النفس هنا في المحطه، وتنطالبوا من المسؤولين باش يجيو يشوفوا من المعاناه ديال هاد الناس، الناس راها كتعاني، الناس راه مشات ليها رزقها، راه ما عندناش فين غادي نمشيو، راه حنا من نهارنا دابا مشردين، ها هو رزقنا دابا مشى، القوت اليومي ديالنا مشى، فين غادي نمشيو؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. زواك محمد اخويا، زواك محمد مولا اخويا هاد البراكه، شو اخويا رزقنا، شوف اخويا، وديما اخويا تنهضروا معاهم، ديما تنهضروا معاهم، اعطيونا محالات نستافدوا، اعطيونا محالات نستافدوا، ما بغاوش يعطيونا هاد الناس. انت شوف جوج المليون ونص اخويا ديال السلعه، طايله جوج المليون ونص اللي محطوطه هنا، ها السبب ديال الحريق، السبب ديال الحريق واحد مول البطاطا هنايا هو تيقلي ومشى يتغدى، مشى يتغدى خلاها اخويا خلاها شاعله، مشى يتغدى، هادشي اللي كاين اصحي، هادشي اللي كاين، تتمناو من هاد الناس والسلطات تمناو يشوفونا بعين واحد العين زوينه زعما يعوضونا، ما بغينا والو، ما بغينا والو، يعطيونا هافين، شوف يعطيونا هافين، حنا التعويض هذا ما بغيناش، يعطيونا يعطيونا شي محلات ديالنا حنايا، وما بغيناش التعويض ديالو، ما بغيناش، يعطيونا محلات نخدمو، فين نوليو نخدمو، وما تحرقوش شي رزقنا هكا، حنا خويا مشى رزقنا راه ما فيه. من اقدم التجار كاين في المحطه القديمه واحد 30 عام حنا هنا. ديما عندنا هذا المشكل ديال الحريق، ديما هذه المرة الثالثة ولا الرابعة مؤخرا في ظرف هاد عامين هذي، تنتسناو المجلس البلدي ما خلاونا لا نبنيو ولا والو، خلاونا في هاد القصدير وفي هاد البرار، هذه 30 عام هذي كان عندنا محل ياما المحطة القديمة، ياما كان الكيرو، حنا باقي هنا وباقي نعاني دابا، لا مع المجلس السابق، المجلس الحالي مازال ما تواصلناش مع المهم المجلس السابق، وعود كاذب عمرو ما دافوا لنا بشي وعد اللي عطاو، ديما كل مرة تيقول غنخليكم تصوبوا معاك ما خلاونا نصوبوهم ما والو. انا في 2022 باقي القصب كما تشوف باقي الميكات، شي اللي عندنا حنا
تنطالبوا من مجلس البلدي تدخل دابا خصوصا الوالي. خويا ابن القاسم محمد من مدينه بني ملال، اخويا المحطه القديمه خضار تنعيش عب قوتي اليومي، وهاد الناس هادو والسبب ديال هاد الحريق هو واحد السيد تيقولوا له شحيمه هو اللي حرق هاد القنت، خلى البوطه شاعله ومشى قال لك يتغدى. دابا حنا كلشي رزقنا مشى، الله يرحم لكم الوالدين، شوفوا كيديروا لهاد الخديه هذه. كاينين اخويا شي 16 محل هنا عباد الجهه هذه، والجهه الاخرى راه كاينه ما عرفتش تحرقوا شي 10 المحلات ولا 8. ما عايشين حنا وليداتنا حياتنا ولدنا ولادنا هنا عشنا هنا، ما كانش اللي متسوق لينا ولا معاقل علينا ولا الغالب الله، حنا سبحان الله الله راقدين في الخلا عايشين بيتين حنا وليداتنا هنا، احنا دابا بيتين في الخلا دايرين الميكا وعايشين راقدين برا تما فين نقسم. الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.